حالة مطرية إقليمية تؤثر على دول الخليج خلال الأيام القادمة، وإلى التفاصيل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. ستكون أغلب دول الخليج على موعد مع حالة جوية ماطرة خلال الأيام القادمة، وتشمل المملكة العربية السعودية، قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان بمشيئة الله. وتنتج هذه الحالة عن تقدم منخفض جوي في طبقات الجو العليا كما نشاهد هنا من هذه الخريطة، بالتزامن مع اندفاع لتيارات هوائية رطبة من بحر العرب. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب، من المتوقع بمشيئة الله أن تكون الفرصة مهيئة يوم الثلاثاء لهطول زخات متفرقة من المطر على أجزاء من شرق ووسط المملكة كما نشاهد هنا من هذه الخرائط، بالإضافة إلى أجزاء من قطر والبحرين والحجر الغربي في سلطنة عمان والمناطق المجاورة، وتشتد الاضطرابات يوم الأربعاء كما نشاهد هنا أيضا من الخرائط، بحيث تعطي الأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء مختلفة من شرق ووسط السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض، بالإضافة لأجزاء من دولتي قطر والبحرين في ذات الوقت، حيث يتسع نشاط السحب الماطرة على بعض المحافظات الشمالية للسلطنة وتتركز على محافظة مسندم والبريمي وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية. وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات، يتوقع أيضا أن يكون الطقس يوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانا على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار. وأما كما نشاهد هنا أيضا من الخرائط، حتى يوم الخميس يتوقع أن يتراجع زخم الحالة الماطرة في السعودية مع بقاء فرص واردة للأمطار في أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، في حين تشتد الأمطار على دولة الإمارات، ويكون الطقس بحسب المركز الوطني للأرصاد غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانا في مناطق متفرقة مع سقوط أمطار، وتبقى فرص الأمطار على أجزاء من محافظات الشمالية للسلطنة بمشيئة الله. ومن المتوقع بإذن الله أن تستمر فرص الأمطار على أجزاء من السلطنة والإمارات يوم الجمعة، وتكون الأمطار ذات طابع عشوائي مع تركزها على المحافظات الشمالية لعمان. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.